شحال البيع ديالو راه حبيت حاب طول السنين ارخص ديال جران عطات فيه 300 درهم 3000 ريال طال فيه 10000 ريال 500 درهم صحاب الحرث صحاب الحرث صحاب الشمندر درهم واش ما لعبت سير الله ايه العوده مسكينه انتوما قالت لها شنو قالت لها العوده واحد 200 قالت لها عوده ديالك اشربت المصافي انتوما عوده ديال الحرث 300 درهم تعطى طال فيه 500 درهم 10000 في وافي العطر ديالي والبشر تيعتر البشر حيدوا له السنين شو انت بشر زيد عندي لنا مصطفى جايين شو البشر حيدوا له السنين قالوا له عاود كتعتر والبشر شد يا فيو جريس انت واقف حبي تشور عليا حبي ارجع حي وميت هو ما عندكش الكربوش تبعك شكون يكون كتكرم شي 30 شي 30 شي 30 سلام 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 خدامه خدامه خو ميك شوف شوف والله ما تخدمش بالشوخ مولا اللهم عيط خميس مقتوله بالجوع الاخوان تعيش بالسبان شنو قلتي؟ والله تعيش هاك سير بحال شاري تليفون وتهرس هاي شاري تليفون طاح لك من الطابله شنو هضروا معايا خويا ونشوف شحال غتقطع او عطاه 200 درهم زرق عطاه المهم ارخص عوده 300 درهم ها هي ديال العلاقه ها هي ارخص الله الله هضرنا 4000 عندي من حلال الله الله يسخر و 4000 هبي لك كنت طلعت على هذا اراود لك اراود على حيد دابا 4000 راه حيد الشهر العقده ها هي 4000 عندك لا تشد تجيب لي فلوس كامل وجيب لي عاودتي كامل سير قلب راسك جيب لي فلوسي كامل وجيب لي عاودتي كامل هما يا الاخوان قال لي 6000 عطى لي 4000 ريال ونشوفوا فين توصل الاخوان عادي 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 والله ما عنده بالله صافي هاديها يا رب ارى يدك المرض والله اخويا ما مغدورين في هذه العوده وعندك المهد يومين اللي ما تبدلش بقى شعر التيك توك بقى شعر المرض التيك توك كندار المهد كندير لك هذيك يومين اش غدير يومين عطيه يومين 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 500 ديال الشعير وتعود عوده والله ما تشد القى في الامونه بالجوع صافي الله يرحم والدينا سيارة يدك انسحاب الله يسخر لك اريدك سبولة تولي الواد اريدك سبولة تولي الواد الله يسخر هاني اديرو ما اديرو ها انتم الاخوة شحال بقات بالثمن الاخيرة حميد؟ اودي اتحي شوف دابا حنا معامل ام الجوال لا الجوال دري دري فيه عطينا باش نبقوا له وقت الله يسخر لك الله يسخر سير على الله دير الجرنة الاخوان نشوفوا معكم شنو السماء تطلبتوا منا اننا نبارطاجيو معكم الجران خصوصا في هذا الوقت ديال الحرث الاخوان 16 البيع ديالها 16 الله يسخر كاش ديال السير اخويا جمع هذه جمع كيقول 1000 درهم الجره
20000 ريال والله يسخر الاخوان مولاها ياك كبير السن ديالها عطيه يلا عطيني وليد عطيني شي حاجه ولا وليد عطيني 60 شحال عطيني 60 الله يسخر البيع ديالك شحال كتقول كنقول 70 لا 70 الله يسخر الله يجيب شي سيره كما سمعتوا البيع ديال 70 60 عطيه الله يدير خير الله يجيب لك شي سيره خويا امين من قد يسير الله يسخر عند الاخوان عوده وسطيه اللي بغاها بارك الله هي 4000 درهم 80000 ريال الاخوان الله يسخر ما حبش النمرة ما حبش النمرة ديال السيد الا كانت شي حاجه انا نتواصل معك في الساعه السوق ان شاء الله يلا ب 19 4000 درهم 90000 ريال 4500 درهم هي وبنتها والله يسخر الجميع الاخوان السنة اش دايره اخويا السنة اش دايره جامع بنتسنا الحليب بنت اسنا الحليب جامعة وبنت اسنا الحليب الله يسخر الجميع الاخوان جران وكل شيء ناضية ما كاينش الجران هكاك الحار شو هذيك ما عرفتيش الله يسخر لك اخويا سير سير شو عندك ضرب ودوت وهذا القمريه هذه تصور الزهره هذا فرخ هذا 64 الاخوان 64000 ريال انتم كتشوفوا اللون العجيب تبارك الله 26000 ريال تبارك الله سلالة نادرة قليلة بزاف تبارك الله الحرش وكل شيء هذا هانتوما سوق ثلاث الحرش وكل شيء تحطات فيه 1300 درهم 26000 ريال كما تسمعوا هذا جماعة الإخوان باقي يخدم واش الاجابه تاع باقي يخدم انتوما وهادو واخا تيكبروا تيبقاو يستنوا ماهم طيب واخا كيكون كبير كيبقى مجهد في السفل هذا معروفين الاثر ديالو الله يسخر سيدي قال لك السلطان ومرته ولو اه السلطان وبنته والوزير ومرته كاين ثلاثه التفاحات خصنا نفرقوا عليهم بربعه كل واحد بغى ياخذ تفاح ولكن التفاح ديال من؟ عاد ثلاثة تفاحات كاين السلطان لا وبنته والوزير ومرته ولكن وجابوه تفاحهم راه ديال الراجل جا عندهم ضيف أيه؟ جاو عنده ضياف أيه؟ كاين السلطان وبنته والوزير ومرته هما أربعة هما أربعة وكاين ثلاثة تفاحات خاص كل واحد ياخذ كل واحد ياخذ تفاح اللي خرج 3 كيلو ديال الشيء يسالي ليا مرحبا والمرحبا ها هي عندك ابو ادريس وانت معاه لا واش بعدا واش ياخذ خرج كمل دابا تخرج دابا ما خصناش خرج يلا اللي ما جيش غير ما نقولش سمحوا لي ابو ادريس واحد القضيه نخليوها للجمهور وانت الضامن انت غتضمن حميد لا كيفاش يضمن ها بلاتي عمر هو من تقريبا من الرباط اللور انا من الرباط القدام هو من مديونه اللور من مديونه القدام الرباط كاينين مولاي الميساج اللي جاك الرباط كاينين مولاي سكوت راه عطيك لا تهضر دور لا تهضر دابا حنا لا تهضر دور على الرباط ديالي ابو ادريس ما يهضرش على الرباط خلينا نداوينا الدار دور الرباط كاينين مولاي تصنت ليا الرباط اخويا مرحبا بي على التيك توك من الرباط اللي نعطي لي اي ميساج جا نخلص الرباط اللي تصنت عمر تصنت لي انت دابا ها هو الثلاث جاي ان شاء الله اللي فوق الحشايه 3 كيلو ديال الشو على حساب حامي الله يرحمه انا نقول واحد الكلمه سلام من زمان الله يرحم له اثار كاينه اسلام واش لا هي كلشي كانت الله يجعل البركه دير تا هو الخير خايد اسيدي وشوف بعدا واحد القضيه والله ما ترجع فيها والله ما رجع فيها اسمع شكرت اسمع على تيك توك
الله يرحم الناس ديال سلا ويرحم المغاربه كاملين. سوقت انت موالي في سلا موالي الخير عالمي كامل اصدقائي ان دوك المقدمين الاولين الله يرحم الجميع جانا بالجميع الله يدير الخير.